بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي متابعين حوا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كده تحلية سهلة وبسيطة للولاد، زي ما انتم شايفين معايا كده مكوناتها، دي البداية بتاعتها. التحلية بتاعتنا النهاردة من ايه؟ من العيش البايت. طبعا كلنا في فترة الدراسة بيتبقى عندنا بواقي من العيش الفينو، بواقي من التوست، اي عيش انت بتستخدميه زي كده للولاد ان شاء الله هتاخدي الباقي منه تحتفظي بقى بيه في شنطه كده، في كيس، في الثلاجه، على الرف، على بره، على المطبخ، مش هيجرى له حاجه. الجو بتاعنا الوقت اليومين دول بدا يبرد شويه. هنعمل منه تحليه سهله جدا جدا، مكوناتها بسيطه ان شاء الله هتعجب الولاد وهتعجب كل اللي يدوقها بامر الله، ومش هيصدق ان التحليه دي بالاسم اللي احنا هنقول عليه. بس الاول اوريكم، بصوا انا عملتها، بصوا شايفين اهو، شايفين الفينو ده؟ الفينو انا طحنته في الخلاط، مطحنت الخلاط بالشكل دوت اهو. الفينو بتاعي بايت، لازم يكون بايت، مش اللي هو بصوا يعني شايفين حتى بيقشر ازاي اهو، مش طري يعني، مش طازه، مش بتاع يوم، مش بتاع نفس اليوم او اليوم اللي قبليه. لازم تكوني محتفظه كده كده عشان تاخدي الكميه ديت، لازم هتحتفظي مثلا بكميه كده يومين او ثلاثه عشان تطلعي منها بالكميه بتاعتنا ديت. انا هنا دوت هكملهم معايا، وهنا برضو معايا اهو في المطحنه انا مقطعاه زي ما انتم شايفين كده، هضربه بالمطحنه وهقطع عليهم الباقيين دول. حبيت اوريهم لكم بس قبل ما اطحنهم، ونرجع نشوف ايه هي الاضافات بتاعتنا والصينيه والتحليه بتاعتنا اسمها ايه. بقى بعد ما خلصت ايه كمان ضرب بقيه الكميه اللي انا وريتها لكم، فرمتهم زي ما كنت فرمه بقيه كل ايه الفينو بتاعنا بالشكل دوت. شايفين احنا دوت بالفينو بقى البيت دوت ايه التحليه اللي هنعملها؟ هنعمل صينيه كنافه بالقشطه، بس المره دي مش هنقول بالقشطه الكدابه، المره دي هنقول كنافه كدابه بالقشطه. ايوه ما تستغربيش، ان شاء الله هنعمل من الفينو دوت. بصي الفينو دوت كده وهو مطحون لما تشوفيه زي الكنافه بالظبط، لما تطلعيها من الفريزر وبتبقى ناشفه خالص وتروحي فرقاها او بتروحي فرمها في الكبه، بتديكي نفس ايه الملمس دوت كده بالظبط. خلاص كده يبقى احنا هنعمل صينيه كنافه كدابه من العيش البيت. هنستخدم ايه معانا الاول؟ زي ما بنحط على الكنافه عادي، دول معلقتين من السكر الباودر اهو، معلقتين كده كبار من السكر البودر، بيدوني لون وبيدوني كمان تسكيرة وتطعيمة جميلة لإيه؟ للكنافة بتاعتنا. كمان معايا نص كوباية من سمنة على زبدة، أنا حاطة سمنة على زبدة عشان برضو تديني تطعيمة كأنتي هعمل صينية كنافة عادية. خلاص ما عندكيش سمنة على زبدة، تستعملي سمنة مادة دهنية سمنة بس، مفيش مشاكل. هجيب طبق إيه؟ غويط بقى كده أو بولة، مش هينفع إن أنا أفرك الكنافة بتاعتي هنا، فأنا هجيب كده البولة بتاعتي وهنزل الاول بالكميه. تمام معلش بس اعذروني عشان بايدي، هنزل كده اهو الكميه كلها. خلاص هقلب الاول السكر كويس جدا اهو عشان يبقى في كل ايه الكميه اللي معايا. خلاص ومعايا ايه بقى تاني؟ تعالي بقى انا اوريكي كده. بصي معايا هنا دول الوان، ده لون اصفر تمام، اللون دوت اهو هو واضح كده، ده لون اصفر خلاص، وده لون اورنج. الالوان دي انا بجيبها من عند العطار بالكيس زي ما هي كده اهوت تمام، الوان غذائيه عاديه مصرح بيها يعني تمام، ما تقلقيش ما فيش منها اي ضرر. لو ما عندكيش اللون الاورنج دوت او ما لقيتهوش يبقى اللون الاصفر دوت، لان غالبا بصراحه نادر جدا لما بلاقي الاورنج دوت. خلاص فانا هاخد ربع معلقه صغيره من اللون الاورنج ده، او نفس برضو ربع المعلقه لو عندك اللون الاصفر تمام، وهضيفها كده على العيش بتاعي وهبدا اقلبها في العيش كله. اقلب بقى كده بايدي اهو. خلاص هقلبها كويس وارجع لكم. وكده انا بعد ما قلبت اهو زي ما انتم شايفين، طبعا اكيد ملاحظين ان اللون بتاعها اختلف شويه. خلاص كده هنبدا ننزل بايه؟ بسم الله بالسمنه والزبده بتاعتنا، حبه حبه كده، وهتفركيها زي كانك بتفركي الكنافه لغايه لما يتشبع كله ويبقى زي ما هو كده حبات رمل متشبعه بايه؟ بالسمنه بتاعتنا. طبعا الكلام دوت مش هينفع بالمعلقه، لازم بايديا الاثنين، هوصلهم للمرحله اللي انا هوريها لكم ان شاء الله وارجع لكم. بصوا كده شايفين اهي، بصوا شايفين المرحله اللي وصلت ليها، وشايفين اللون كمان اختلف ازاي
هو طبعا انا فركتها بايديا زي ما انتم شايفين اهو، بصوا كده هتفضلي تفركي فيها كده لغايه لما تتشبع كلها بمقدار ايه نص كوبايه السمنه. وبصراحه اخذت مني حوالي ايه معلقتين تاني كبار، تمام، يعني قولي اخذت كوبايه الا ربع من السمنه عشان توصل ان هي تبقى معايا بالمرحله دي، يعني تتلم معايا كده شويه، تمام كده اهو، بعدين تفرول خلاص، يبقى اخذت كوبايه الا ربع من السمنه خلاص. ده اللون كمان المطلوب بتاعها، لو انت حابه انك انت تزودي اللون تاني اكتر من كده مفيش مشاكل، بس انا شايفه ان اللون كده حلو لان هي لسه هتدخل الفرن معانا وهتاخد لون كمان اكتر. خلاص هنضف بس واغسل ايديا ونرجع نكمل ونشوف القشطه بتاعتنا، وكمان نجيب نجهز الصينيه يعني ونرص ايه الكنافه بتاعتنا. بصوا بقى تعالوا الاول ايه، انا قلت قبل ما اغسل ايدي نعمل الطبقه الاولى قبل ما نعمل الكريمه بالمره، وادينا ايه فيها الالوان والسمنه وكله، ودهنت جبت الصينيه بتاعتي، الصينيه بتاعتي دي مقاس 30 تمام، واديتها كده مسحه سخيه من الزبده زي ما انتم شايفين خلاص. وهنبدا ناخد بقى ايه، انزل السمنه اللي في ايدي دوت برضو كده مع الكنافه، وهنبدا ناخد الكنافه بتاعتنا الكدابه عشان حد اللي دخل معانا لسه مثلا جديد وشايف الفيديو كده، وهنبدأ نحطها نعمل طبقة أولى كده الأول خلاص. وطبعا زي أي صينية كنافة كدابة، كنافة بالقشطة الكدابة بنعملها، بنعمل إيه، بنيجي كده ناحية الحوافي وبتاخدي كده وتخلي فيه حافة ليه، عشان لما نحط القشطة بتاعتنا بعد كده أهو، بصي تبطني كده أهو، أهي شايفاها، أجيبها لكم من هنا كده أهو، تعملي حافة كده للصينية بتاعتك، شوفي أهو ليه، علشان الكنافة زي ما قلنا لما نحط القشطة الكدابة بتاعتنا ما تتلسوعش كده من الحافة الصينية وتبقى محافظة عليها جوه ايه الكنافة بتاعتنا بالشكل دوت كده. هبطن الأرضية كلها بطبقة كويسة كده هو زي ما بنعمل الكنافة العادية خالص جدا، اعتبر انك انت بتتعاملي مع كنافة تمام، وهبطن الصينية كلها بالشكل دوت، وهرجع نكمل بقى ونعمل ايه القشطة بتاعتنا. يلا بقى بعد ما عملنا طبقة الكنافة اهي زي ما احنا شايفين وايه وجهزناها كده وسبناها، هنعمل ايه، هنعمل لها طبقة الكريمة. الكريمة بتاعتنا بتاعت الكنافة معايا هنا ده لتر من اللبن او الحليب طبعا على البارد، بتحطيه بتغليه بتخليه في التلاجة زي ما انا عملت كده، وبشيل الوش طبعا عشان بخليه قشطة بستعملها في اي حاجة تمام كده. وهنعمل ايه بقى، لتر من الحليب، معايا هنا 3 معالق من السكر، ما تكتريش السكر تمام، انا ممكن برضو محطهمش كلهم، نحط معلقتين كفاية لان احنا لسه عندنا ايه الشربات او السيرب بتاع الكنافة، يبقى معلقتين من السكر. معايا هنا كمان ايه معلقة نشا على معلقة دقيق، معلقة نشا ومعلقة دقيق، الدقيق بيدي قوام جميل جدا للكريمة بتاعتنا تمام، يبقى معلقة نشا ومعلقة دقيق، خلي بالك كله على البارد، الحليب بتاعي دوت بارد جدا جدا خلاص، يعني ممكن تطلعيه من التلاجة تسخنيه من بالليل وتطلعيه الصبح، تشيلي الوش القشطة يعني من على وشه وتستخدميه. معايا هحط كمان ايه، هحط معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، معلقة كبيرة من الكريم شانتيه بيديني طعم جميل للكريمة ويخليها كريمية كده وناعمة. معانا هنا برضو دوت مكعب من الزبدة اهو، انا حطها بس كده على المعلقة، وكمان معايا ورقة من الفانيليا، دول بس مش هنستخدمهم طبعا دلوقتي، دول هيستخدمهم امتى، دول في اخر مرحلة خالص بعد ما القوام بتاعنا يتقل ونكون هننزل القشطة بتاعتنا كده من على النار، نروح حاطين مكعب الزبدة وورقة الفانيليا. طبعا هقلبهم كلهم على البارد كده زي ما انتم شايفين قبل ما ارفع من على النار تماما لغاية لما السكر بتاعي يدوب وكمان النشا والدقيق علشان مفيش اي تكتلات تحصل معايا، وبعد كده هرفعهم على النار لغايه لما يتقل القوام، وهضيف الزبده والفانيليا ونرجع نصبهم على الايه الكنافه بتاعتنا ونكمل بقيه الكنافه ونشوف كمان السيرب بتاعنا. يلا بعد ما خلصنا بصوا الصينيه اهي والكريمه بتاعتنا اهي، هنصبها دلوقتي مع بعض ونشوف، وهي على طول سخنه ما تخليهاش تبرد عشان ما تكتلش منك وترجعي تلاقي صعوبه في انك انت تفرديها فوق الكنافه بتاعتنا تمام كده اهو. بصي بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين هي لسه سخنة، وبصوا كريمية وجميلة ازاي معايا اهي خلاص تمام. هفردها بس كويس، هحطها كويس عشان ايه تظبط الصينية بتاعتك خلاص. بصي شايفة الكريمة اهي، انا خلصت بقية الكمية، شايفين نزلت معايا كلها، وعشان كده بصي قلتلك شايفة ملاحظة الحوافي، الكريمة بتاعتنا مش معدية الحوافي بتاعت ايه الكنافة اهي كلها، بسم الله ما شاء الله شايفين جميلة معايا ازاي، واتفردت ما احتاجتش مني اي ايه صعوبة يعني فردها. هبدأ اخد دلوقتي كده اهو الكنافة التانية، الكمية اللي بقية معايا اهي،
خلاص هبدأ اخد كده بايدي فوق الكنافة، واجي بس من على الحوافي برضو، اهم حاجة ان انا اظبطها. ماشي اهو، ممكن برضو حابة انك انت تستني لما الطبقة اللي في الوش بقى من فوق ديت اللي انا بحطها، تستني لما الكريمة بتاعتك تهدى شوية عشان خاطر انك انت تقدري تحطي عليها الكنافة ديت، يعني بتاعتنا الكنافة الكدابة، وتقدري تضغطيها يعني، تمام؟ لان هي كده لسه هتبقى ايه طرية معانا، مش هتقدري انك تدوسي عليها. ما فيش مشاكل برضو، عادي ممكن تستني عليها لما تشد حبة وترجعي تحطي ايه الكنافة بتاعتك. خلاص كده، وهو برضو اللي هيحصل معايا، هسيبها بس تهدى كده حبة لان هي لسه مطلعة البخار والسخونية بتاعتها، وهكملها وهوريها لكم ونشوف درجة التسوية بتاعتها هتكون ايه. بصوا كده، ده شكل الصينية بتاعتنا بعد ما خلصناها. بصوا شايفين ما شاء الله صينية كنافة، كنافة يعني ما فيش كلام. تمام، هنعمل ايه زي ما قلتلك بايديكي برضو كده، وهتظبطي الحوافي بالراحة اهو، شايفة زي ما انا عملت كده اهو، تضغطي عليها بالراحة أهو. تمام، وتسويها كلها بالشكل ده زي ما سويناها، واحدة واحدة هتمشي معاكي زي الحلاوة ما شاء الله. خلاص كده، طبعا انا مشغلة دلوقتي الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 لغاية لما الفرن يسخن مدة ربع ساعة 10 دقايق، الوقت اللي بياخده الفرن بتاعك. خلاص كده، وهندخلها على الرف الاوسط لغاية لما تاخد معانا لون من تحت ومن فوق، وتحسي طبعا زي ما بنعرف ان الكنافة بتفصل، بتسيب الحوافي بتاع الصينية، هتعرفي ان هي استوت معاكي، ونخرجها. وفي الفترة ديت هنجهز لها الشربات بتاعها ان شاء الله. يلا بينا هدخلها وارجع لكم. نعمل ايه الشربات بتاعنا بعد ما دخلنا الكنافة الفرن؟ معانا ايه؟ معانا الشربات بتاع الكنافة ديت، هيكون معانا شربات خفيف مش تقيل زي ما احنا متعودين مع الكنافة. فهنحط كوباية ونص من السكر لكوبايه ونص من الميه، يعني الميه قد السكر. تمام، وطبعا عصره نص ليمونه، وورقه الفانيليا دي هتبقى في الاخر. ادي كوبايه، وهكمل انا هجيب نص تاني. هنحط بقى نص الكوبايه، حطينا كوبايه وادي دوت نص، ماشي، يبقى كوبايه ونص، وهحط كمان كوبايه ونص من الميه. هحط ميه سخنه على طول، تمام، عشان بس يغلي معايا بسرعه. خلاص، ادي كوبايه، وهحط نص برضه. خلاص كده، يبقى كوباية ونص لكوباية ونص، وعصرة نص ليمونة، تمام، وهرفعه على النار يغلي لمدة 10 دقايق. أول ما يبدأ يغلي هتهدي عليه النار 10 دقايق، هنطفي وهنضيف ورقة الفانيليا ديت في الاخر خالص. تمام كده، وهنرجع نكمل بقى ونخرج الصينية بتاعتنا من الفرن ونشوفها مع بعض. بصوا كده شايفين، بسم الله ما شاء الله، الصينية بتاعتنا كده بعد ما خرجت من الفرن. تمام كده، طبعا الصينية سخنة، الكنافة هتكون سخنة، يبقى الشربات بارد، الشربات سخن يبقى الكنافة تبقى باردة. تمام كده، يلا بقى ايه نسقي او نسقسق الكنافة بتاعتنا. بسم الله، شايفين شايفين الكنافة بتاعتنا سخنة فبتتشرب على طول، انا لسه مخرجاها من الفرن. تمام كده، هكمل التسقية بتاعتها وارجع. بصوا كده، بسم الله ما شاء الله، شايفين انا فصلت عشان معرفتش ان انا اصب السيرب بتاع الكنافة مرة واحدة بايد واحدة، فاهمين يعني؟ لان انت لو دلقتيه مرة واحدة الكنافة هتتفرفت منك. خلاص، طبعا انا مسكت معلقة، طرف المعلقة اهو، تمام، هوريكي كده، وتصب بقى السيرب او الشربات عليها كده كده، وتمشي واحدة واحدة زي ما انا عملت. معلش طبعا عشان انا بس بصور بايدي وبشتغل بايدي التانية، فمعرفتش ان انا اصورها معاكم، بس انا قلتها لكم، ما رضيتش اقول يا مثلا اقول لك انا خلاص خلصت وخلاص، لا انا قلت لك على اللي انا عملته بالظبط. تمام كده، مسكت المعلقه بايد والكنكه بايدي التانية، ومشيت بالسيرب كله كده واحده واحده لغايه لما اتشربت معايا زي ما انتم شايفين كده بالشكل دوت. طبعا هتهدى، بسم الله ما شاء الله، شايفين الطراوه بتاعتها جميله جدا. طبعا ديت عشان فيها قشطه، فاحنا مش هنقدر ان احنا نقطعها دلوقتي، هنسيبها حوالي ساعه كده ترتاح، او حطيها على رف الثلاجه نص ساعه لو انت مستعجله، وبعد كده هنخرجها ونقطعها ونشوف شكلها عامل ازاي، ونشوف الفرق بينها وبين الكنافه الحقيقيه بقى، دي الكنافه الكدابه. خلاص كده، يلا بقى هسيبها كده تهدى شويه، واشوف انا بقى شغل البيت الباقي، وهرجع اكملها معاكم ان شاء الله بعد ما تهدى ونقطعها ونشوف ايه شكلها وايه النتيجه النهائيه بتاعتها. وبكده هي زي ما انتوا شايفين صينية الايه الكنافة الكدابة بتاعتنا، بعد ما سبناها كده ساعتين ثلاثة هديت لغاية لما خلصنا
شغل اليوم بتاعنا. بصوا ما شاء الله، شايفين؟ بصوا شايفين الطراوه ما شاء الله عامله ازاي. بصوا مكان صبعي جميله جدا جدا، طريه، ويعني ان شاء الله هتطلع التجربه ناجحه باذن الله. بس هو عامه بصوا انا هي شكلها كده مديه معايا ايه، زي ما تكون صينيه بسبوسه اكتر من صينيه كنافه. بس على العموم هنشوف وكده، تعالوا نفتحها ونسمي الله ونشوف ايه النتيجه بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى كده ايه نسمي الله ونخرج القطعة بتاعتنا ونشوف النتيجة بأمر الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله، شايفين؟ ايه رأيكم بقى، كنافة بالقشطة دي ولا مش كنافة بالقشطة؟ جميلة جدا والله بصراحة يا جماعة، النتيجة يعني احسن مما توقعت بصراحة. شايفين ما شاء الله، جميلة جدا جدا جدا. تعالوا بقى ايه نصور الاول وبعدين نرجع نشوف ايه الطعم بقى ايه بتاعها والاختلاف عن دي عن دي. يلا بقى كده ايه ننزلها بعد ما ايه خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين ما شاء الله، جميله جدا جدا والله يا جماعه. بصوا حتى لو ان هي مش كنافه بس تعتبر تحليه، تحليه سهله وبسيطه ما كلفتكيش اي حاجه، كلها حاجات ايه بواقي وحاجات موجوده في البيت. بصوا بقى بسم الله، شايفين؟ شايفين الجمال؟ ادوقها واقول لكم. جميله والله، فعلا فعلا جميله جدا جدا، طعمها جميل. الزبده اللي احنا حطيناها يعني لما تاكلي ما تحسيش فيها بطعم دايبه خفيفه هشه، حلو جدا جدا بصراحه. اتمنى ان كنتوا تجربوها التجربه بتاعتنا دي، والفتره دي كلنا بقى عندنا ايه بواقي العيش الفينو البايت عندنا من الولاد والمدارس. اتمنى ان كنتوا تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم بامر الله وهتعجب كمان اولادكم. طبعا اختي وحبيبتي بقى، لو وصلتي معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله، سيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.